السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements، ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء السادس Simple Resistive Circuits. بعدما تعرفنا على كيفية تجميع المقاومات بالتسلسل Series Resistor، نتعرف اليوم إن شاء الله على قانون تقسيم الجهد الكهربائي أو Voltage Division. لو عندي دارة كهربائية تشتمل على مقاوم R1 و R2 بالتسلسل، وبالتالي يمر فيهم نفس التيار الكهربائي I، هدفي من هذا القانون الفولتج ديفيجن تقسيم الجهد هو استخراج قيمة ال V1 في المقاوم الأول R1 واستخراج قيمة ال V2 في المقاوم الثاني R2 بدون وضع قيمة التيار الكهربائي، وبالتالي سنتعرف على قيمة الـ V1 والـ V2 المستخرجة من مصدر الجهد V. فهنا مباشرة لو نريد إثبات القانون، عندي V1 سأطبقه على مقاوم واحد وفي نفس الشيء للمقاوم الثاني. قانون الأوم يساوي هو I ضارب R1، لكن الآي هي في هذه الدارة الكهربائية هي قيمة الفي على الآر إكيفيلنت، وهي R1 زائد R2 كما رأينا في تجميع المقاومات بالسيريز. فأعوض الآي هنا في قانون الأوم، فتصبح الـ V1 تساوي R1 ضارب V على مجموع المقاومات المجموعة هنا في الدارة الكهربائية، وبالتالي استطعت كتابة الـ V1 in function of V وهي جهد السورس ضارب R1 يعني المقاوم المراد استخراج جهده، فتكون هنا V1 R1 على مجموع المقاومات في الدارة الكهربائية. نفس الشيء يعني للـ V2، أريد V2 في المقاوم الثاني، وبالتالي أكتب هنا R2 ضارب جهد السورس وهو الـ V على مجموع المقاومات. يعني فرضا لو عندي هنا مقاوم ثالث اسمه R3 وأريد استخراج الـ V3، فتكون هنا الـ V3 هي قيمة المقاومة في المجهولة هي R3، الجهد المجهول هو V3، فتكون هنا V3 تساوي R3 ضارب جهد السورس وهو الـ V على مجموع المقاومات في الدارة. هنا كم عندي من مقاوم؟ هنا عندي مقاوم 1 2 3، فأجمع على مجموع المقاومات ويكون هذا قانون الـ Voltage Division، وهذا هو القانون بصفة عامة لو عندي N resistor. نطبق على مثال، هو مطلوب مني هنا استخراج قيمة الفولتج في المقاوم الأول، في المقاوم الثاني، في المقاوم الثالث، مع علمنا بقيمة الجهد في البطارية. مباشرة أطبق القانون،
قلنا أنه مثلا لو عندي V1 هي قيمة المقاومة في الجهد المجهول، فتكون هي 200 أوم. ضرب الجهد للبطارية الأساسية هنا، والتي تقسم جهدها على المقاوم الأول والمقاوم الثاني والمقاوم الثالث، وقيمتها 1 فولت، على مجموع المقاومات R1 زائد R2 زائد R3، لأنه في هذه الدارة ليس لي إلا 3 مقاومات سيريز. ف R1 زائد R2 زائد R3 700 أوم، فأجد أن ال V1 تساوي 0.286 فولت. نفس الشيء يطبق على جهد المقاوم الثاني وجهد المقاوم الثالث وهو مجهولي الثالث. ونلاحظ أن أكبر فولتج دروب كانت في المقاوم الثاني، لأنه يحمل أكبر مقاومة وهي 400 فولت. وهذا هو قانون تقسيم الجهد أو الفولتج ديفيجن.